بالله هل يعقل أن يأتينا إنسان وتسأله هل أنت مسلم؟ يقول نعم. فتقول له ما هو الإسلام؟ يقول ما أدري. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله؟ يقول نعم. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ يقول لا أدري. قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. والله أبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وهو رأس الكفر. وهناك ممن يدعي الإسلام لا يدري معنى لا إله إلا الله، ويظن أن معنى لا إله إلا الله لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. والله ما تنفع لا إله إلا الله، لأن من شروط لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن هذا المفتاح لا يفتح إلا بأسنان، والأسنان هي شروط لا إله إلا الله. ومن أعظم شروط لا إله إلا الله الإخلاص. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. العلم بمعنى لا إله إلا الله، لابد أن نعلم معنى لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة، والمستحق للعبادة هو الله. لا إله نافيا جميع ما عبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذا لابد في لا إله إلا الله من ركنين حتى يستقيم البناء. الركن الأول الكفر بما يعبد من دون الله، الركن الثاني إفراد العبادة لله وحده لا شريك له. وكما أننا نشهد أن لا إله إلا الله، لابد أن نشهد أن محمدا عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، فليس له شيء من خصائص الربوبية. فمن صرف شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم من الربوبية والله لم يشهد أنه عبد، ومن أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد أنه رسول. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا للناس، قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر، وأكد هذه البشرية بقوله عليه الصلاة والسلام مثلكم، وتميز عنا بأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام.